آسر حسين زميلنا المحلل الرياضي كان معانا امبارح. وآسر انت قلت لنا قصة كريم بنزيما ان هو كان مصاب وما كناش لسه عارفين وقتها حجم الإصابة ايه. خرجنا من الحلقة أعلن بنزيما أنه لن يكون، كتب تويتا أنني علي أن أترك المكان لشخص آخر في المنتخب، والمنتخب منتخب بلادي يأتي أولا قبل الأشخاص. يعني كلمني عن إصابة بنزيما وماذا يعني ذلك بالنسبة لفرنسا. آسر، طيب لحد ما يجي لنا آسر حسين تاني. كنا اتكلمنا امبارح على إصابة كريم بنزيما، دي إصابة مهمة جدا بالنسبة لفريق فرنسا. امبارح كان في كنا بنتكلم على انه فرنسا حامل اللقب، هل سيكرر مرة اخرى ولي اول مرة ان فرنسا يحصل على اللقب مرتين. كريم بنزيما اصيب اعتقد في التدريبات، كان في الدوحة لكنه رجع الى مدريد مرة اخرى، وطبعا كده كريم بنزيما لن يكون مع الفريق المنتخب الفرنسي وترك مكانا ل يعني لاعب اخر. آسر، آسر مساء الخير، وانت اللي قلت لنا خبر كريم بنزيما امبارح. لا الصوت قطع الخط برضو يا جماعه. طيب لحد ما نرجع لكريم بنزيما، الحقيقة أنه من الأخبار اللطيفة بالنسبة لنا كمصريين، طبعا احنا زعلانين كلنا أنه فريقنا مش رايح كاس العالم، وكلنا مقهورين ومتنكدين. يعني أقل حاجة أقولها أن احنا متنكدين وزعلانين، خاصة بعد الأداء العظيم اللي احنا عملناه قدام بلجيكا. طب نرجع تاني وأقول لكم الخبر الحلو بعدين. آسر سامعني دلوقتي؟ سامع حضرتك. بنزيما وانت قلت لنا الخبر امبارح، ماذا يعني ذلك بالنسبه لفرنسا وليه مشي؟ يعني ليه ما عادش لمؤازره الفريق؟ احنا قلنا امبارح يا استاذ رميس مع حضرتك وتشرفت لما كنت معاكي انه في مميزات كثيره لكاس العالم ده، انه في بلد عربي وبنفتخر انه على ارض عربيه، لكن في طبعا سلبيات وهو توقيت المسافه. اللعيبه نجوم كتير غابت عن المشاركه في كاس العالم بسبب الاصابات. تأكيدا على ده ان معظم الاصابات كلها عضليه، فده بيأكد ان كون البطوله جايه في منتصف الموسم عمل اجهاد للعيبه انها تكون على اكمل جاهزيه انها تمثل بلدها في اهم عرس كروي واهم محفل وهو كاس العالم بالطبع. فحتى اصابه بنزيما امبارح بتسبب ضربه موجعه جدا لفرنسا من حيث القياده حتى جوه الملعب. استاذ رجيس مش شرط يكون لابس الشاره، لكن هو قائد جوه الملعب، وبنخسر لاول مره في تاريخ كاس العالم صاحب البالون دور واحسن لاعب في العالم مش مشارك في البطوله، لاول مره تحصل. هو كريم بنزيما الاصابه بتتكلم عن مل في الفخذ الايسر، وبالتالي هي اصابه عضليه، فبالتالي فكره الاحمال البدنيه يا استاذ رميس سببت ان نخسر نجوم كتير نشوفها في البطوله دي بسبب توقيت المسابقه، واخيرها طبعا احسن لاعب في العالم ونجم فرنسا نجم نجوم فرنسا كريم بنزيما. ياسر يعني الاصابه دي امتى؟ ده هو سافر الدوحه، الاصابه كانت في التمرين في الدوحه ولا ايه؟ هو من ماتش إلتشي في ريال مدريد اللي خرج منه أو شارك فيه لدقايق قليلة ما لعبش مباراة كاملة على بعضها، فضل المدرب أنشيلوتي في ريال مدريد دي. طبعا في فرنسا في المعسكر قبل المعسكر التحضيري قبل الذهاب إلى الدوحة كان برضو بياخد دقايق قليلة وبيطلع بعد ربع ساعة من التمرين بس. الإصابة حصلت في الدوحة في آخر تمرينة قبل قبل طبعا مشاركة بداية مشاركة فرنسا في مجموعتها في المباراة الأولى، فبالتالي كريم بنزيما مش هيكمل، وفي الاغلب طبعا هيسيب الدوحه ويرجع تاني على فرنسا يستكمل علاجه ويرجع لفريق النادي ريال مدريد، مش هنشوفه في المسابقه. هل يعني هنا هو كتب تويتا او بوست قال اترك مكاني لزميل اخر، هنا ايه يتم استبداله ولا ايه بيحصل بالظبط؟ طبعا ممكن عنده في قائمه ال 26 ممكن يكتفي ديدي شوم، هو قرار ديدي شوم سؤال ذكي جدا استاذ رميس، قرار ديدي شوم هل هيكتفي بعدد اللعيبه اللي معاه ولا هيستدعي لاعب بدل اللاعب بدل خروج كريم بنزيما؟ وعنده اوريدي في الهجوم عنده جيرو عنده ديمبالي وعنده لعيبه كتير، لكن في مركز راس الحربه اعتقد جيرو هيكون اللعيب الاساسي، وهو ليه الحق انه يستدعي لاعب زي ما حصل مع كيمبامبي زي ما حصل مع لعيبه ثانيه خرجت في الاصابه. كده مين اللي مش رايح كاس العالم غير مو صلاح حبيبنا مو صلاح؟ كده بنزيما ومين كمان؟ بنزيما وهالاند طبعا، النرويج ما شاركتش على منتخب فرنسا نفسه عنده قائمه كبيره جدا من الاصابات، يعني بنزيما، اوجبا، كانتي،
كيمبامبي قائد الدفاع سنه 2018 وحامل لقب كاس العالم، عندنا سيرجيو راموس، عندنا لعيبه كتيره جدا مش رايحه كاس العالم. طبعا في انجلترا في ريس جيمس، في لعيبه مهمه جدا ما راحتش كاس العالم بسبب الاصابات اللي حصلت قبل توقيت كاس العالم بين شلو والباك ليفت في انجلترا، وحاولوا تجهيزهم قبل كاس العالم بايام، لكن ساديو ماني طبعا واللي دخل بالفعل جوه القايمه وحاولوا هم يجهزوه انه يلعب مع السنغال وياخدها، لكن الراجل محتاج راحه، فالموضوع اكبر من ده يعني. هل ده بيؤثر على فرنسا بشكل كبير بالذات غياب بنزيما؟ يعني هنا فرص فرنسا بقى، فرص فرنسا بتتراجع مع غياب بنزيما؟ فرص فرنسا بتتراجع، مش انه بشكل جذري او انه الاصابه دي هتخلي ما احنا كنا فرنسا هتروح لبعيد، لا هتكتفي انها توصل مثلا للادوار الثانيه، لا لكن هتقلل. احنا كان فرنسا وانا مع حضرتك حاطينها في المرشحين بسبب رفاهيه الاختيار في عدد اللعيبه في كل مركز، لما يبدا في نص الملعب يقع مني بوجبا وكانتي اللي جابوا لي اصلا كاس العالم 2018، فحاول اعتمد على وسط ملعب شاب زي كامافينجا وتشاوميني. لما يبقى الهجوم عندي بقول انا عندي احسن لاعب في العالم وعندي بنزيما وعندي جيرو وعندي ديمبلي وعندي كومن، وبعدين يقع مني بنزيما احسن لاعب في العالم، فبالتالي بتحدد اختيارات ديشامب هيضطر يعتمد على المجموعه بس اللي معاه استاذ لاميسا، فبالتالي هتاثر طبعا على انها تروح لبعيد. بنزيما الماكينه التهديفيه ريال مدريد، واللي لسه جاي دوري الابطال ولسه جاي دوري الامم الاوروبيه لبلده فرنسا، طبعا هيبقى خروج مؤثر لفرنسا، هتاثر على المورال او النفسيه العامه والحاله النفسيه لمنتخب فرنسا انه قائد في الملعب بيغيب عن هجوم فرنسا. شكرا آسر حسين زميلنا المحلل الرياضي، الحقيقة اللي هو اللي قال لنا الخبر امبارح انه بنزيما مصاب وقد لا يلعب، واحنا كنا بنناقشه طب يمكن اصابة بسيطة او كده.